ست سنين يا ابني، تحملت ست سنين، ما بتتحمل ربع ساعة كمان؟ لما الواحد بصير حر بصيروا هالأربع حيطان خنقة بالنسبة لإله. أنت مو مشكلتك مع هالمكان، مشكلتك مع قلبك حبيبتي. يلا خبروني لشوف شو عمل هان؟ أخذ منكن الشيك وخزة وكبه بوشكن ولا رماه على الطاولة؟ لا بس رمى. أنت ليش عم تسألنا عن هالشي؟ إذا رمى على الطاولة معناها بيكون فكر إنه يوافق على العرض تبعكن ولو للحظة واحدة. طيب نحن شو لازم نفهم من هالتصرف؟ إنه هو شخص عاجز ومهزوم. إذا في حدا انتبه عليه إنه هو عاجز كتير هلأ رح تكون خطواته الجاية أكيد كارثية.